هذه الأفلام تتشابه كثيراً، ليس فقط لأن الملايين حول العالم شاهدوها أو لأنها تضم أبرز الممثلين في هوليوود، ولا حتى لأن بعضها ترشح لجوائز أوسكار، بل هناك نقطة أكثر أهمية تشترك فيها، جميعها حصل على دعم من الجيش والاستخبارات المركزية. نعم، حتى أفلام الكوميديا والرومانسية دخلت في الحكاية. فما الذي أقحم الحكومة الأمريكية في عالم هوليوود؟ عدسة هوليوود تجيد تصوير قصص الحروب ومشاهد القتال، سواء كانت مبنية على أحداث واقعية أو مجرد خيال علمي، مثل قصص غزو الفضائيين التي تنتهي دائماً بإنقاذ الأمريكيين للعالم. هذا النوع من الأعمال لديه جمهور واسع على الصعيد المحلي والعالمي، لذا ليس من الغريب أن تسعى الحكومة إلى التدخل فيه بشكل أو بآخر. يسمح لها بذلك وجود صداقة قوية تجمعها بهوليوود، مبنية على الأخذ والعطاء طبعاً. بوادر هذه العلاقة تشكلت مطلع القرن العشرين، حين كانت هوليوود في بداية تحولها من مجرد حي في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية إلى بؤرة للاستوديوهات وشركات الإنتاج السينمائية. التقارب بدأ في شكل دعم حكومي لعروض جوية، ثم ترسخت جذور الصداقة بوضوح بعد هذا الفيلم. فهؤلاء جنود حقيقيون وليسوا ممثلين إضافيين، وهذه طائرات عسكرية يقودها طيارون من القوات الجوية الأمريكية. النتيجة كانت مثمرة، الفيلم وصف بالواقعية والإنتاج التقني المبهر في ذلك الوقت، وصار أول فيلم يفوز بجائزة الأوسكار التي انطلقت ذلك العام. من بعده استمر تبادل المنفعة بين الطرفين، فبالنسبة لمنتجي هوليوود تقدم مؤسسات الجيش والاستخبارات المشورة عند كتابة النصوص، وتوفر معدات ومواقع عسكرية للتصوير، ما يقلل تكلفة الإنتاج ويضيف مسحة من الواقعية لا تستطيع المؤثرات البصرية تحقيقها دائماً. في المقابل تعدل تلك المؤسسات عدسة هوليوود بما تراه مناسباً، تضغط لتغيير أجزاء من النصوص، وأحياناً تطلب حذف مشاهد تم تصويرها. رغم الصداقة القوية لا يتحقق التفاهم دائماً بين الطرفين، مثل ما حدث مع أحد أشهر أفلام الحرب في هوليوود. وزارة الدفاع سحبت دعمها في آخر لحظة بعدما علمت أن منتجي الفيلم ينوون إضافة مشهد خارج النص المتفق عليه يظهر الجنود الأمريكيين في شكل سلبي. البنتاغون يقول إن تدخله في أفلام ومسلسلات هوليوود هدفه تحري دقة القصص العسكرية والتأكد من عدم تسريب معلومات حساسة، بالإضافة إلى جذب الشباب للالتحاق بالجيش. هذا ليس كلامنا على فكرة، هذه أجوبة اختبار موجود على موقع الوزارة نفسها. على أي حال، هل هذه هي الصورة الكاملة؟ الصورة تتجاوز ذلك، لأن تدخل البنتاغون في السيناريوهات دائما يراد منه أن يغير النص، وتضمن البنتاغون صورة إيجابية للجيش الذي يصوره على أنه قوة خير، يعني ليس له دور فقط في حماية الوطن، لكن يعني دوره تقريبا هو دور عالمي. ويمكن أن يتدخل أيضا في حماية العرب من العرب. So let us help you. ولهذا نجد في أغلب الحالات أن العربي إما يكون شرير طبقا لما أتت به نظرية الاستشراق، أو أن يكون ضحية ويحمى من العربي الآخر. طبعا نجد دائما هذه البصمة التي تعود في تاريخها إلى ما قدمته نظرية الاستشراق. هذه النظرية ابتدأت كنص قبل صورة هوليوود. الاستشراق كما شرحه إدوارد سعيد هو تطور متوازي للقوة من ناحية والمعرفة من ناحية. يعني في رأي سعيد كل هذه المنتجات الأدبية التاريخية كانت لها طابع سياسي، ساهم في بناء هذه الصورة الخيالية للعربي. لابد أن هذا النمط قد مر عليكم سابقاً. أغلب الأفلام والمسلسلات التي تتناول الشرق الأوسط تصور العرب والمسلمين على أنهم إرهابيون. أو أغنياء بسبب النفط، أو مضطهدون بسبب الدين والتقاليد، وبالطبع يعيشون في صحراء أو منطقة حرب أو مكان غير متطور. الاستشراق يعني يجمع صور العرب كلها ويلخصها في صورة واحدة بطريقة تنفي كل الاختلافات التي توجد بينهم. وطبعا يعني المنطقة غنية باختلافات كبيرة من ناحية الثقافية، من ناحية الإثنية، من ناحية الديانات، لكن هذا كله لا يذكر. وحتى في اختلافاتهم الجغرافية، المصري يصور بطريقة معينة على أنه غير جدي وتافه وغير ذكي، الخليجي يسيء التصرف في هذه الثروات، المغربي في
في أغلب الحالات الجزائري بالأخص هو دائما عنيف، ولكن كل هذه الاختلافات التي قد تفرض هي في الحقيقة اختلافات شكلية. فالعربي يرجع في التصوير الاستشراقي على أنه عكس كل شيء يمثل حضارة ويمثل ثقافة. إليكم المشكلة في كل ذلك، هذه الصور النمطية تتسرب عبر عدسة هوليوود إلى جميع أنحاء العالم، وتلعب دوراً في تعزيز ما أسماه اليونانيون قديماً برهاب الغرباء أو زينوفوبيا، أي اتخاذ مواقف عدائية تجاه أشخاص فقط لأنهم أجانب. وفي حالة المسلمين تحديداً يدخل هذا العداء ضمن مفهوم الإسلاموفوبيا. أبرز الأمثلة على ذلك ما حدث بعد صدور قناص أمريكي، وهو فيلم يتناول قصة جندي أمريكي خدم في العراق وقتل أكثر من 160 شخصاً ليصبح أحد أكثر القناصين فتكاً في التاريخ العسكري الأمريكي. تعرفون ماذا حدث بعد صدوره؟ زادت موجة التهديدات ضد المسلمين في الولايات المتحدة نتيجة لكيفية تصوير العرب والمسلمين في الفيلم، بينما حقق الفيلم إيرادات عالية وترشح لجوائز عالمية. دائماً لابد أن نفهم أن الفيلم يتجاوز دوره الترفيهي، بالأخص أفلام الحرب، يعني هي أفلام لها رسالات مبطنة أو واضحة، قد تكون رسالات قوية من ناحية تقديم أفكار جديدة التي تسمح بتعنيف بعض الأقليات. وهنا يعني لابد أن تواجه بتفكير نقدي، لابد أن تفضح بطريقة لما تسببه للمسلم العربي بصفة عامة، المحجبة بصفة عامة. صداقة الحكومة الأمريكية مع هوليوود نجحت في تقديم صور نمطية عن العرب والمسلمين تخدم المصالح الأمريكية، لكن هل نجحت في ترسيخ هذه الصور في أذهان بعض العرب والمسلمين أنفسهم؟ أخبرونا في التعليقات عن أعمال شعرتم أنها تضمنت بعض تلك الرسائل.